أفعال لو تتبعتموها في كتاب الله ستكون شاهدا على وجود هذه اللغة الأخرى التي لا ينظر إليها الناس وهي لغة الجسد في القرآن. يمكنكم أن تدخل الآن إلى بعض المواقع وقرأوا هذه لغة الجسد، جمعوا هذه اللغة لأن باش تقرأوا خصكم ماشي تسنطوا وتمشوا وتروحوا وتنعسوا وتنسوا السيمانة الجاية وتجيو متلفين كاع كل شيء. تبعوا كملوا المسائل ديالكم لأن الحمد لله أنتم شباب وأنتم تلاحظوا الآن راه ما بقاتش شي واحد عنده حجة. أنا نقول لكم راه سيحاسب الله الجميع. خليني من الكلام الخاوي ومن ديك التزكيات وهذا مليح وهذا مليح. خليكم من هذيك الهضره الخاوي ما تنفعكمش امام الله. نحن نواجه فيما بعد اشياء غريبه وخطيره تحتاج الى القارئين. اللي غادي يقرا اللي ما يقراش غادي يسكت في نص الطريق، يسكت في البدايه، يسكت يتلف له الكلام. ولكن المؤامرات الاتيه تحتاج الى ذكاء والى متابعه وتحتاج إلى يقظة وتحتاج إلى دراسة. وإلا غادي يقول لك الفقيه وعاد أنت في القنت مع راسك وراك في الجامع حتى يجيك الموت الله يهنيك. حياتك ستصاغ من حولك، تصاغ. لن يسأل عنك أحد، ما غاديش شي واحد يجي يسلم لك يقول الله يخليك الفقيه يقول لنا الرأي ديالك. غادي يسولك في الموتى وصافي، في التغسال وفي الجنابة، هذا الشيء اللي غادي يسولك. هذا ما يبقى لك. ما غاديش يسولك واحد في المال ولا في التجارة ولا في شيء أبدا. غادي يسولك في الجنائز لهي مات واحد السيد كينغسلوه كينكفنوه كينخرجوا الوسخ من كرشه وصافي. هذا الشيء اللي كاين، هذا هو الحظ ديالنا احنا كاع في المعرفه. ولكن يجب ان نقرا، والقراءه يجب ان تكون قراءه قديمه اصيله وقراءه حديثه. نقرا في الحديث كما يجب ان نقرا ونقرا في القديم. انا يعجبني ان طلبه مثلا دراسات الشرعيه لماذا لا يقرؤون علم الاجتماع؟ لماذا كلهم يجتمعون في، لو كان بعض الطلاب نابهين طلاب العلوم الشرعيه لا اتحدث، يمشي شنو كتجتمعوا انتم في الفقه؟ اش يقول لكم تلاقوا في الفقه؟ درسوا لنا علوم الشريعه، درسوا لنا كذلك علوم الاجتماع، درسوا لنا روحوا تسجلوا في شعب الدراسات السياسيه، ها؟ درسوا لنا في القانون ايضا. يمكنكم ان تخدموا الاسلام كثار من تخدموا اللي بقى تجمعتوا كلكم انتم في الدراسات الاسلاميه. روحوا الجهات، واحد فيكم إلا عرف الإنجليزية مزيان سوف يخدم الإسلام أكثر من 700 فقيه من اللي راهم قاعدين الآن قاعدين يختلفوا غير في الأشياء، راهم يدبزوا غير في التوافه حتى يجيهم ملك الموت يديهم كل شيء. هذا هو، لأن الذي يريد أن يكون رجلا وامرأة المستقبل يجب أن يستعد. الهضرة الخاوية وغير قعد ونعاس وما عليك شاي والأجرب يحك للأجرب. جرب كيكون شي واحد فيه جرب شكون اللي غادي يحك له؟ شي واحد اللي يدور على شي جرب بحاله هو يمدحوا الاخر يمدحوا انت ما شاء الله والاخر يقول له انت ما شاء الله وما بجوج ما كاين والو. يجب ان يكون هذا هو الشعار الذي الانسان يجب ان يكون قد حبس نفسه بصدق بصدق يحبس نفسه على الدعوه الى الاسلام، لان ما كاينش فرد من الافراد الان يستغني عنه الاسلام. احنا ما استغناو حتى واحد. فقيه واحد يحيي امه، فقيه واحد إذا كان صادق ريحي ينشرنا القرآن. محتاجين اللي يخدمنا في القرآن، ولكن بلغش محتاجين اللي يبلغنا الشريعة الإسلامية، محتاجين اللي يعلمنا علوم الإسلام، محتاجين اللي يعلمنا العلوم الحادثة. ولأن كثير مما يطوى، أنا نقول لكم راه بعض الأشياء لو قريتها عند الأوروبيين بعض العلوم الآن الحادثة وقريتها ستجدونها أصدق مما عند المسلمين. هاد اللي يقراوا لك ما يبلغوا لكش الا الرؤيه ديالهم. قرا علم الاجتماع ودخل شوف واش راه تكتب. انا قرا بعض المرات كتب في علم الاجتماع الان اللي مؤلفينها كبار اساتذه كبار فلاسفه فيها كلام يشبه كلام المسلمين. هؤلاء الذين لا يريدون للاسلام ان لا يذكرون لنا هذه الكتب. لا يذكرون لنا هذا. كان انا كتاب سميته لا واحد استطاع واحد فيكم يشوفوا من الشباب الى استطاع قوة الدين في المجال العام. هذا كتاب صغير سميته قوة الدين، خصو شي واحد يقعد مع شي طلبة وكان يبغي يقراه يكون مزيان. فيه ستة ديال الباحثين من كبار علماء الاجتماع الان ويتحدثون بان القطيعة مع الدين ليست مقبولة ولا يمكن ان تفيد. كلام قوي جدا، ما قالوهش المسلمين، قالوه بعض الناس علماء ما همش مسلمين وبعضهم هم من ضفة اخرى. لكن الذين يقرؤون عندنا هذه الكتب يخفونها كما يخفي بنو إسرائيل بعض الكتب.
بعضهم يتعامل مع الأمة لا يذكر للناس أنه اكتشف أن هناك نظرية جديدة، أي النظرية الجديدة في علم الاجتماع أنه لا بد من استدماج الدين في الشأن العام. لما يشوفوا شي واحد هذا الكتاب واخا يردوه بحال يتوا يقولوا هذا زيدوا مع الاخرين، واخا كتاب اوروبي امريكي يقولك زيدوا حتى مع المتخلفين ديالنا ما نذكروش. فمن يكتشف اذا لم تكتشفوا انت؟ من ينقل الينا ما وصل اليه العلم من الاشياء؟ ان بعض العلوم في حق عند الاوروبيين والعام نزيهه ونتاج لدراسات صحيحه، ما فيهاش الدس اللي كاين في بعض المقالات وبعض البحوث ديالنا اللي تحارب الدين صباح مساء. ولكن انت امشي عندها ما تستناش يجيبوها لك، دخل عري على رجليك وسبح لها ومشي لها للجهه الاخرى ستكتشف. ولكن لابد كما قلت من هذه القراءات المتعدده والواعيه والاصيله والعميقه والمتشعبه لنصل الى هذه الغايه. اعود فاقول ان هذه اللغه التي هي لغه الجسد لغه موجوده في القران الكريم، لغة حاضرة ويمكنكم متابعتها من خلال آيات كثيرة، ويمكن أن بعضكم إذا شاء أن يكتب في ذلك بحثا، ممكن أن يكتب بحثا في تعابير الجسد وستكتشفون أشياء كثيرة. فأشارت إليه، ما تكلمتش، فأشارت إليه، معنى أشارت إليه أي كلموه. لما خطبت مريم واتهمت ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، اش قالت لهم؟ ما جاوبتهم. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم، ليه اش قالت لهم كلموه؟ باش قالت لهم كلموه؟ بالإشارة. أشارت إليه كيف نكلم، أي كأنهم عرفوا من الإشارة أنها دعتهم إلى الكلام. قالوا كيف نكلم من كان في مهدي صبية. هذه إشارة. إشارة أخرى كاين مهمة جدا في القرآن الكريم، وهي مش لغة الجسد، لغة أعمق وهي لغة الصمت. ما كانت واحد ما يعرف لها هذه لغة الصمت غريبة جدا. ماذا؟ حينما يكون الموقف لا يستطيع صاحبك هذا أن يستوعبه يأتي الصمت حينئذ جوابا. في بعض المرات نجيب لأننا نتوقع أن من أمامنا يستطيع أن يفهم، ولكن في بعض المرات نعلم أنه مهما حاولنا أن نفهمه فلن يفهم، لا يكون الحديث حينئذ إلا مضيعة للوقت، فيكون الصمت جوابا. لماذا؟ ماشي إهمالا، لا، لأنه مهما حاولت فلن يستوعب. في المواقف التي وجد فيها هذا الأمر في القرآن الكريم هي مواقف لا يفهم الإنسان العادي. هذه مريم لما حملت ووضعت كان حدثا غريبا، لأن الأصل أن المرأة إنما تحمل من رجل وهي لم تكن كذلك. فجاءوها يخاطبونها فأمرها الله تعالى أن لا تجيب، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فأشارت إليه. وزكريا كذلك حينما رزقه الله ما رزقه وكان ذلك عجبا كذلك أمر بأن لا يكلم الناس ثلاثة أيام إلا سويا أو إلا رمزا، أي الإشارة. لماذا يكون الكلام هنا ممنوعا ويصير الصمت؟ لأن الصمت في بعض المرات يصير لغة، بعض المرات تعجز اللغة عن الأداء ويبقى للصمت مجاله في التعبير، يصير الصمت معبرا. بعض المرات يصاب الإنسان في أهله، في ولده، في أخيه، ومن فرط هذا الحزن يسكت لا يجيب. لماذا لا يجيب؟ لأنه حزين وصمته معبر عن حزنه، لذلك لا يجوز لك أن تزعجه، لا تخرجه من صمته بالفضول وتطرح عليه السؤال لأنك تثقل عليه، ولكل حركات قد لا تكون مفهومة للناس. بعض الحركات، أحد كان يقول، هو في أبيات ديال البلاغة، لا تحسبوا رقصي بينكم طربا فالطير يرقص مذبوحا من الألم. قد يرقص الطير بعد أن يذبح، ولكن لماذا يرقص؟ من الألم، ماشي من الفرح.
وكذلك قد يتقص هذا لأنه حزين فهذا يريد أن يصور حاجة المحن. هذا لا يعنينا في هذا، ولكن يعنينا أن هذه تعابير جسدية، وأن الصمت قد يكون أيضا لغة، والقرآن ذكره في معرض. وذلك في بعض المرات حينما يتعلق الأمر بناس يناقشك في الإيمان وفي المعجزة وفي أشياء أنت مؤمن بها، وبينك وبين هذا الذي يحاورك الآن، بينه وبين أن يفهمك أشواط، إنسان مادي، إنسان لا يؤمن بفوق، فكلامه معه في الغالب متعب ولا يأتي بنتيجة. أولى لك أن تخاطب من هو في مستواك، من هو في درجتك، لا تضيع كثير من، لأن هذا الزمن تحتاجه الأمة، أفضل من أن تشغل بإنسان لن يصل. هذا تريد أن يرتقي وليس له سلم، تريد أن ترتفع به إلى الدرجة الرابعة وهو ليس لا يمتلك سلم للوصول، فالمحاولة هذه هي عبث. فأقول في هذه الآية، هذه آية نص في أن فرعون عبر بالجسد، والقرآن ذكر أنهم تولوا، وأنهم تولوا وهم معرضون، وأن هؤلاء كانوا يؤدون حركات بها يبينون ويكشفون عن رفضهم، وهذا مهم جدا بالنسبة لفرعون. تولى بركنه، أي انصرف تماما بجسده وأعرض، وكانت لغة الجسد هنا هي لغته في التعبير. وقد يكون المعنى الآخر الذي أذكره تولى بركنه، أي جمع جماعته وحزبه وجنده وتولى معهم ورفضوا موسى ودعوته، وهذا أيضا صحيح، ليس خطأ، ولكن ذكرت لكم أن التفسير فيه التولي بالركن والركن بمعنى الجسد، وفيه التولي بمعنى الركن والركن بمعنى القوة كما بينت لكم، أي جمع قوته وعتاده وأنصاره وحراسه ووزراءه، ثم تولى وأعرض عن هذا ورفض هذا واتخذ قرارا بعدم الإيمان. هذا ممكن، والمعنيان صحيحان ولا يتعارضان في التفهيم. فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون، هذا إن شاء الله يحتاج إلى الحديث، يعني معنى المقصود بالساحر، خصوصا في حينما يرد في كتاب الله تعالى في وفي كلام الناس، في كلام الناس ما هو المقصود، يحتاج إلى جزء أو حيز من الوقت متسع لأذكر إن شاء الله معنى هذا ساحر، أو حينما يوصف شخص ما بأنه ساحر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.